احنا معناش تقريبا مفيش فلوس. قال لك لدرجه ان السنه اللي فاتت قدر رسوم 370,000 دفعناهم لمناهم بعضينا. فدي بقت مشاكل. ده عنصر يعني مش هيساعد امير كتير، لكن امير شاطر يقدر يجيب لعيبه، يقدر يركز، ومعاه برضو مدير اداري امير مختار نفس القصه. في حاجات بتعوض حاجات، لكن الامكانيات الماديه هتبقى عامل قليله شويه جدا. ايوه، لان في انديه انا عارف اللائحه بتاعتها عملتها في بدايه الموسم المكافئات الفوز زي الام ب 7,000 في البدايه، لسه ما دخلتش بقى نهايه الدور الاول يدخل بقى العشرة، يعني الام برصد 20 مليون جنيه. طب والله كويس، اشترى لعيبه ارقام كويسه. 7,000 جنيه ما بتدفعوش في الدوري. ايوه الانتاج. نفس القصه في الانتاج، نفس القصه الحرب. طيب في زد. يبقى في الصعيد انت قلت لي اول حاجه لافيرنا دولك، وانت كيما اسوان بالظبط، الجونه الالومنيوم ويجي المانيا خامس. هنا بقى في مجموعه القاهره عندك زد مع مجد عبد القاطي وبتروجيت، دول يعني فرق تقيله بصراحه. محمد حليم عامل فرقه في القناه جامده جدا. انا امبارح كنت في استاد القناه الجديد، خيال، حاجه رائعه. بص بامانه الدوله، الفريق اسامه ربيع يعني وهيئه قناه السويس عاملين استاد اوروبي. انا مبهور من الدوله. احنا كنا بنعاني من المؤجلات من 7-8 سنين. كنا بننهي الدور الاول 28 و27 ماتش مؤجل. احنا السنه اللي فاتت واللي قبليها بقى 3-4 ماتشات، وايه ظروف قهريه مش امطار. ده بيودينا لفين؟ عندنا بنيه تحتيه كويس خلاص. وخلي بالك، واهم عنصر في نجاح دوري المحترفين البنيه التحتيه. طالما عندك بنيه تحتيه خلاص ملاعب وانت مغمض خلاص بقى. تمام. فضل سبونسر هو اللي يدخل يشيل الليله دي. طب قول لي بقى المجموعه الثانيه. زد والقناه وزد ووادي دجله وبتروجيت، دول يعني تقدر تقول يعني منافسه. بس انا بيقولوا لي وادي دجله بيبيع لعيبه كتير يعني، حتى لسه في 7 لعيبه من قطاع الناشئين اللي هم اللعيبه اللي كانوا بيلعبوا درجه اولى السنه اللي فاتت باعوا للاهلي ب 20 مليون جنيه 7 لعيبه. ايوه، فوادي دجله اعتقد بيصفي اللعيبه المميزه اللي عنده. يعني زد بس مش يعني ينافس. وارد زد اشترى 8 لعيبه مجدي عبد العاطي دوري ممتاز، اسبوع واحد دوري ممتاز من دوري ممتاز. تمام. لعيبه هنعرفهم دلوقتي، هنعرفهم يعني زد والقناه. ومين زد والقناه ومعاهم بتروجيت؟ بتروجيت ثلاث فرق دول يعني. خالد عيد ما ترسانه بقى اربع فرق يعني ما اقدرش اتكلم. طيب هنقوله بقى في بحري وانت مهمض الاولمبي بريد المحل. اولمبي بريد المحل دي كيرنس، وممكن يكون معاهم ابو قير والله، لكن الاولمبي مع رمضان السيد وبريد المحله احمد عبد الرؤوف. يعني ما بص ما احمد رؤوف عمل شغل كويس السنه اللي فاتت مع المصري بالسلوه. والبلديه رغم ان مفيش امكانيات ماديه عكس الناس ما هي شايفه. يعني كتير دفع مصطفى الشامي من جيبه عقود لعيبه ومقدمات عقود لعيب. تمام. يعني الله يكون في عونه، لكن عامل فرقه بصراحه تنافس بسهوله. معاك الفرق كلها بتاعت كل مجموعه؟ معايا. طب قول لي كده المجموعه الاولى الفرق عشان برضه نبقى عارفين المجموعه الثانيه المجموعه الثالثه. الالومنيوم المجموعه الاولى، الفيوم، تليفونات بني سويف، بطرق اسيوط، طميه، شبان قنا، المدينه المنوره، ملاوي، اسمنت اسيوط، دول في المجموعه الاولى. طميه ناخدهم بالترتيب. الالومنيوم، الفيوم، الجونه، دايروت، تليفونات بني سويف، المنيا، بطرق اسيوط، طميه، كيما اسوان، شبان قنا، المدينه المنوره، ملاوي، لافينيا، نصر التعدين، اسمنت اسيوط، مصر، مقص. تمام. المجموعه الثانيه القناه، النصر، اتصالات، ترسانه، منتخب السويس، الانتاج الحربي، زد اللي هو اف سي مصر طبعا، واللي انا جددت معاك ياما السنه اللي فاتت قلت لي مفيش اف سي مصر. زد خلاص بقى اف سي مصر برضه هو نازل في الجدول كده، بس هو زد بس نازل كده جنب برضه اف سي مصر. زد مصمم انا معاك. وادي دجله، بورتو السويس، بورتو السخنه، بتروجيت، السكه الحديد، العبور، كهرباء الاسماعيليه، مستقبل وطن الاعلاميين، استر كومباني. المجموعه الثالثه منصوره، بريد المحله، ابو قير، سبورتنج، باينرز، المجد، الحمام، الاولمبي، المصري بالسلوم، دي كيرنس، كفر الشيخ، نابورو، طنطا، بروكس، جمهوريه شبين، هلال الضبعه. تمام. وهلال الضبعه معاها راعي، وده الملفت للنظر. والله بقى في انديه عندها راعي كتير، يعني دايروت خدوا حق رعاه سيراميكا، هلال الضبعه نفس القصه مع مستثمر، الفيوم النهارده مع مستثمر. في انديه كتير بدات تتجه للرعايه، وده حاجه شيء جميل. أي. خاصه ان انديه معهاش امكانيات ماديه. نروح سريعا بقى الحته اللي انت كنت بتتكلم عليها، دوري محترفين الجدول تم اعلانه من 10 ايام. تمام. خلاص تم اعلان المجموعه الجدول كله بتاع الثلاث مجموعات. هيخلص امتى؟ حتى الان لم يتم ارسال الجدول. ليه؟ لان شروط المسابقه مش متوفره. شروط المسابقه عشان تتحط لازم الاتحاد الكوره يقرر شكل ايه دوري المحترفين السنه الجايه. مرتبط برضو القصه ديت برضو، انا بتمنى اتحاد الكوره يعني يسرع الخطه شويه عشان بقت في ازمه خاصه في فرق الدرجه الثالثه.
فرقه الدرجه الثالثه دول كلها ما هماش عارفين هيلعبوا فين، هيجهزوا امكانيات ماديه للصرف ايه، هل هيبقوا مسافات بعيده، علاقه بالدرجه الثالثه بالدرجه الثانيه؟ لا انا بنتكلم الدرجه الثانيه خلاص لسه احنا خلصوا من كل حاجه، فاضل الاعلان عن دوري المحترفين وارسال الجدول. تمام. وده انا اتوقع يعني نظام المسابقه هل فعلا هينزل بقى اللي هيبقى يعني هينزل العدد الكبير من الانديه؟ بص يا كابتن كريم، والسنه اللي بعديها هيبقى دوري محترفين يعني ولا اتوقع ان هيبقى 18 وهبوط 11. طب هبوط 11؟ هبوط 11 والله. يعني اذا بقى حصلت ظروف طارئه، دلني المعلومات اللي عندي اللي شبه يعني في انديه كتيره معترضه. معترضه.